أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها كالعادة بالعناوين. مهرجان للشاي العدني ينطلق الجمعة بالعاصمة عدن. منظمات حقوقية: رأينا آثار التعذيب على أجساد من يحاكمهم الحوثيون. غابوا عنه أهله، عريس صيني استأجر أكثر من 200 ضيف ليقوم بدور أقاربه. أهلا بكم. في صنعاء تحولت شوارع المدينة الجميلة إلى مقالب كبيرة للقمامة، ما تسبب بتفشي الأمراض وانبعاث الروائح الكريهة. ووفقا لموقع البوست، عمال النظافة في صنعاء حقوق مصادرة وحرمان مستمر. قال الموقع: غرقت شوارع صنعاء وحاراتها بين أكوام كبيرة من المخلفات، وأصبحت العاصمة مهددة بأكبر كارثة بيئية في تاريخها بعد أن أعلن عمال النظافة الإضراب عن العمل احتجاجا على انقطاع رواتبهم منذ أكثر من 3 أشهر. وتزامن تراكم القمامة مع سقوط الأمطار، ما تسبب بنقل الأمراض المعدية للسكان. ويوجد في العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة مسلحي الحوثي منذ أواخر العام 2014 3200 موظف وعامل في مجال النظافة، يعملون كل يوم حوالي 16 ساعة ويتقاضون مقابل ذلك مبلغا زهيدا يقدر بحوالي 30,000 ريال يمني. قال المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات إنهما وثقا احتجاز 36 مدنيا يمنيا تم إخفاؤهم قسريا من قبل جماعة الحوثي لمدة قاربت العامين، خضعوا خلالها لظروف قاسية من المعاملة اللا إنسانية والمهينة، فيما تجرى حاليا محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة. وأوضحت المنظمتان أن آثار التعذيب بدت واضحة على أجسام المحتجزين في أول جلسة لمحاكمتهم، وذكر بعضهم أن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال خلافا للحقيقة، ما يشكل انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب. وقد منع المحتجزون من مقابلة أي محام أو التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة احتجازهم. مثلما هي بلقيس الملكة، رمز تاريخي خالد موحد لليمنيين وواحد من أهم مصادر فخرهم، فإن بلقيس القناة منبر إعلامي رسائلي معاصر معبر عن الهوية اليمنية الجامعة لليمنيين، وواحد من أهم مصادر اعتزازهم، أو هكذا أزعم. هكذا يفتتح هائل سلام مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس. متلقي للرسالة الإعلامية السامية لبلقيس القناة، تشعر بذاتك كيمني دون بطانة أو تحيزات أيديولوجية متشنجة من أي نوع، وبالتالي دون تمزقات أو تصدعات في الهوية كشعور وولاء وانتماء. ولا غرابة إذ أن القناة هي المعبر الأمين عن روح الثورة الشبابية الشعبية السلمية، تلك الروح العظيمة السامية التي وحدت اليمنيين على امتداد ترابهم الوطني كما لم يحدث من قبل في كل التاريخ. ولا عجب كذلك، لأن القناة انطلقت كلسان حال لثورة فبراير وكواحد من أهم إنجازاتها وتجلياتها في آن. واثقون من أن الخطاب الإعلامي للقناة سيظل كما بدأ وكما هو الآن، تجليا أسمى لروح فبراير العظيم وتعبيرا أمينا ومخلصا عن الهوية الوطنية الجامعة، متجاوزا الأيديولوجيات والمذاهب والطوائف والمناطق والجهات وكل الانتماءات والولاءات الضيقة. وبعبارة، بلقيس صوت اليمن الخالد، صوت شاب حر متحفز ومتوثب كروح فبراير، تلك الروح التي تجمعت كذرات من كل ساحات وميادين البلاد وجنحت وحلقت من ثم في الأعالي كسرب صقور جارحة، وهتفت ذات سنة بصوت مزلزل: الشعب يريد بناء يمن جديد. وصف موقع عدن تايم عودة حصول اليمنيين على تأشيرات الدخول إلى السعودية عبر مكاتب تنسيق تتبع السفارة والقنصلية في عدن بأنه بشرى سارة بشأن إصدار التأشيرات السعودية من سفارتها بصنعاء وقنصليتها بعدن.
وقال السفير السعودي في اليمن محمد الجابر في سلسلة تغريدات مقتضبة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: يسرني أن أعلن عن صدور التوجيه السامي بفتح مكتب الشؤون القنصلية بجدة لسفارة المملكة بصنعاء والقنصلية بعدن وإصدار التأشيرات من المكتب بجدة. وأضاف: ويأتي هذا التوجيه امتدادا لحرص قيادة وحكومة المملكة على دعم ومساندة الأشقاء في اليمن في كافة المجالات، موضحا أن مكاتب الخدمات المعتمدة لدى السفارة بصنعاء والقنصلية بعدن ستتولى استلام الجوازات والوثائق وإرسالها لمكتب الشؤون القنصلية التابع للسفارة في جدة. ومن موقع الوحدوي نت نختار العنوان الآتي: الحكومة الشرعية تبدأ بصرف مرتبات منتسبي المحكمة العليا بصنعاء، حيث بدأت الحكومة بصرف مرتبات قضاة وموظفي المحكمة العليا بصنعاء دفعة أولى لشهري يناير وفبراير 2017. ونقلت وكالة سبأ عن رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار قوله: إن وزارة المالية والبنك المركزي بعدن حول مرتبات منتسبي المحكمة العليا بناء على توجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. ويتابع رئيس المحكمة العليا أنه سيتم صرف الدفعة الثانية لمرتبات شهري مارس وإبريل 2017 نهاية الأسبوع الجاري، مضيفا أن مرتبات كافة منتسبي السلطة القضائية للأشهر الأربعة المذكورة ستصرف للمناطق الأخرى قبل حلول شهر رمضان المبارك. قناة بلقيس في عيدها الثاني. تحت هذا العنوان كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في جزء من المقال: يحتفل الزملاء في فضائية بلقيس يوم 11 من مايو الجاري بالذكرى الثانية لانطلاقة قناتهم التي ولدت متميزة واستمرت متوهجة وظلت حتى هذه اللحظة متألقة في سماء الإعلام اليمني والعربي. إنها قناة تلفزية فضائية ناجحة، وأشدد على هذه المفردة الأخيرة في هذه العبارة، والنجاح هنا ليس صفة مدح ولا نعت إشادة بقدر ما هو إقرار بحقيقة ماثلة قبالة كل ذي بصر وبصيرة. لقد التزمت هذه القناة منذ انطلاقتها بشروط أداء الواسطة الإعلامية التي تحترم نفسها وجمهورها باتباعها قواعد الموضوعية المهنية والمسؤولية السياسية والفكرية والإبداع الصحفي والتقني، ناهيك عن القاعدة الأخلاقية التي باتت معياراً عزيزاً في الساحة الإعلامية اليوم محلياً وإقليمياً ودولية. عدا أن الحرية سمة أخرى تجلت واضحة الملامح في أداء هذه القناة التي باتت حاضرة بقوة في الميدان، وكأنها تبث من الصافية أو التواهي وليس من إسطنبول. وقد كانت بلقيس ولا زالت حتى هذه اللحظة صوتاً وصداً للقضية اليمنية الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي الفصل الوطني بين كتلتين متضادتين في الموقف مما تمر به اليمن في الوضع الراهن في ظل الانقلاب والاحتراب والعدوان. بل إنها لم تكن مجرد بوق دعائي للسلطة الشرعية أو ستارة ملونة لكواليسها السياسية ودهاليزها الشخصانية، حتى وهي تدافع ببسالة عن هذه الشرعية في الصف الأول من جبهتها الإعلامية. قال مسؤولون في السلطة المحلية بعدن إن مبنى المحافظة أعيد افتتاحه يوم الثلاثاء عقب إغلاقه قبل حوالي أسبوع. وقال مصدر في السلطة المحلية لعدن الغد إن المبنى أعيد افتتاحه واستقبل معاملات مواطنين، وكان الوكيل أحمد سالمين على رأس المسؤولين الذين باشروا العمل مجددا. وقال موقع عدن الغد إن المبنى أغلق قبل حوالي أسبوع من قبل جنود يتولون حراسته احتجاجا على إقالة عيدروس الزبيدي من منصبه كمحافظ للعاصمة عدن. من بين الأحداث المجتمعية في عدن ما جاء في موقع عدن العاصمة، حيث تجرى الاستعدادات في العاصمة المؤقتة لإقامة مهرجان يوم الشاي العدني بالعاصمة عدن. أعلن مجموعة من شباب العاصمة عدن عزمهم تدشين مهرجان الشاي العدني الأول، وقد تم تشكيل لجنة تحضيرية تقوم بكافة التجهيزات لتدشين الفعالية التحضيرية لهذا المهرجان والمتمثلة في معرض صور يتضمن أفضل 35 صورة تقدمت للمشاركة في مسابقة الشاي
العدني، وحددت اللجنة التحضيرية الجمعة موعد انطلاق فعالية مهرجان الشاي العدني، وذلك في حرم منارة عدن التاريخية كريتر، ويستمر حتى يوم السبت. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة العربي الجديد إن الرياضة تستضيف اجتماع المانحين لإعمار اليمن. قالت مصادر في الحكومة اليمنية والبنك الدولي للعربي الجديد إن العاصمة السعودية الرياض تستضيف مؤتمرا للمانحين بشأن اليمن يهدف إلى حشد التمويل للإعمار، وسيعلن عن انطلاق مرحلة إعمار المناطق المحررة. وأكدت المصادر أن الاجتماع الذي ينظمه البنك الدولي وأمانة مجلس التعاون الخليجي يبحث دعم أولويات احتياجات اليمن بما فيها إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي بمشاركة خليجية ودولية واسعة للدول المانحة. وأعلنت الحكومة اليمنية في 9 إبريل نيسان الماضي بدء العمل في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق، لكن البدء الفعلي في تنفيذ خطة الإعمار سيتحدد على ضوء اجتماع الرياض. وقدر خبراء اقتصاد في مقابلات مع العربي الجديد تكلفة الإعمار بحدود 50 مليار دولار، مشيرين إلى أن اليمن يحتاج إلى 10 سنوات لمعالجة آثار الحرب. قالت صحيفة الخليج إن هجمات واسعة على مواقع الميليشيات في حرض وميدي بغطاء طيران التحالف. ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الشرعية كثفت هجماتها الميدانية على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في عدد من جبهات مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة. حسب موقع سبتمبر نت الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، فإن قوات الشرعية كثفت هجماتها العسكرية الميدانية في عدد من جبهات مديريتي حرض وميدي على مواقع ميليشيات صالح والحوثي، تزامنت مع قصف عنيف للمدفعية ومقاتلات التحالف العربي. واستهدفت مدفعية الجيش الوطني بكثافة مواقع تمركز الميليشيات في مواقع بمزارع النسيم والخضراء الواقعة في المنطقة الفاصلة بين مديريتي عبس وميدي، فيما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع الميليشيات في إحدى مزارع الجر في مديرية عبس. وحسب مصادر الجيش الوطني، فإن الغارات والقصف المدفعي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات. فوجئت وأحسست بشعور خليط من الدهشة والإعجاب عندما قرأت أن قناة بلقيس تكمل 2 في 11 مايو، كنت أظنها أكملت 10 سنوات. هكذا بدأ مصطفى راجح مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس عن الذكرى الثانية، وقال في أجزاء من مقاله: حضورها وتميزها وسمتها الخاصة وقدرتها على المنافسة وسط كل هذا التدفق الإعلامي يقول ذلك. أن تتميز على بقية المنافسين في الفضاء الإعلامي اليمني، وبعضه مضى عليه أكثر من 10 سنوات، وآخر لديه من الإمكانات ما يفوقك أضعافا، ويشهد لك الجمهور والوسط الصحفي، فتلك جائزتك التي تتوج بها دون ما إعلان أو احتفال. وهي جائزة لهذه التوليفة المتميزة من الصحفيين والصحفيات الشباب الذين يعملون بانسجام وتناغم، متحررين من القوالب المقرفة لفضائيات الصراخ بأسلوب الصدمات وصور الجثث والدم، وكأن ذلك هو الأسلوب الناجع لإيصال رسالة واضحة عن ما يحدث وعن هول المأساة التي تخلقها الحرب. لا مبالغة في الحماس لقناة يمنية تقنعنا وتغرد خارج سرب الإعلام الإخباري المكرور والمستهلك على المستويين اليمني والعربي. قناة بلقيس لا تلهث ولا تجعلك تلهث لمجرد أن زر الريموت قد توقف فوق ترددها، وهذا برأيي أهم ما يبحث عنه من لا زال يهتم بالأخبار والحصول عليها من هذا الضخ الشامل، ضخ نشرات الإغراق والوجوه الإسفنجية للتحليل والكلام الذي لا يقول شيئاً. أن تتمكن من تحديد المهم من الأخبار والحصول على مختصرات قليلة حولها في هذه الأيام، فتلك ميزة لك وميزة للقناة التي تساهم في سمتها وشخصيتها، أو حتى في بعض منها في تأدية هذه الخدمة، وقناة بلقيس واحدة منها، أما يمنيا فهي ربما الوحيدة.
من بين أكثر الأخبار المنوعة قراءة ما جاء في صحيفة القدس العربي، حيث عجز شاب في مقاطعة شانشي الصينية عن إحضار أهله إلى عرسه، فلجأ إلى استئجار أكثر من 200 شخص ادعى أنهم أقاربه. قالت الصحيفة بعد قصة حب استمرت 3 سنوات قرر وونغ الزواج من محبوبته شياولي واتفقا على تحديد موعد العرس، إلا أن قصتهما انتهت بما لا يحمد عقباه، وذلك بعد أن استأجر العريس أكثر من 200 شخص ادعى أنهم أقاربه. وقالت المصادر الإخبارية إن الضيوف أقروا أنهم حضروا للعرس مقابل 80 يوان أي 12 دولار لكل فرد منهم، وأشار المدعوون أنهم صادفوا رجلا على الطريق دعاهم لحفل زفافه والتمتع بوجبة مجانية. وذكرت شقيقة العروس أنهم فوجئوا أثناء حفل الزفاف عند سؤال المدعوين عن صلة القرابة للعريس للتعرف عليهم، حيث أكدوا أنهم لا يعرفونه تماما، لينتهي الزفاف بإبلاغ الشرطة، وحضروها إلى موقع الحفل، ثم تم أخذ العريس من قبل الشرطة للتحقيق في الأمر حضورها. أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء الدكتور وديع العزعزي كتب أيضا عن قناة اليمنيين وقال في جزء من المقال: قناة بلقيس كانت مشروعا مهما وإضافة نوعية في شبكة الإعلام التلفزيوني اليمني، قدمت وتقدم خدمة مميزة للمشاهد اليمني والعربي عن الواقع اليمني عبر برامج مميزة، حظيت وتحظى بجماهيرية كبيرة. وتأتي هذه المناسبة في ظل استمرار الحرب في اليمن، وهو ما يزيد الأوضاع الأمنية والإنسانية والاقتصادية سوءا، وبالتالي يفرض على القناة تحديات كثيرة في مواكبة تطورات الأحداث لنقل المعلومة والخبر إلى المشاهد اليمني وتسليط الضوء على معاناة الناس وعرض مشكلاتهم بمسؤولية ومهنية عالية. ولعل ما يميز هذه القناة هي مواكبة الإعلام التفاعلي في العديد من برامجها والتطور المستمر في دوراتها البرامجية منذ انطلاقها، فضلا عن تغطيتها للأحداث المحلية السياسية والعسكرية عبر شبكة مراسلين موزعين على عدة مناطق، إلا أنها ولمزيد من التميز في سماء الإعلام التلفزيوني بحاجة إلى أن تعطي مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية والثقافية، وبما يعزز الهوية الوطنية والفكر المعتدل وقيم التسامح مع إيلاء قضايا الشباب اليمني وهمومه المختلفة زيادة في محتوى البرامج، كما أنها بحاجة إلى التجديد والتنويع المستمر في الشخصيات المستضافة في مختلف برامجها وإلى تطوير الأداء المهني لمراسلي القناة. إنها وطن صغير يحتوينا، تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة مقالها المنشور في موقع بلقيس، وقالت في أجزاء من المقال: القناة التي ولدت في زمن صعب ووضع متعسر للبلد، قناة بلقيس، وجه اليمن الحضاري وصوت المغلوبين والأحرار فيه، هي وطن صغير يحتوي الوطن، قناة تنبض بروح اليمن التي طواها التجهيل وأخفاها عن العالم، تجمع قلوب اليمنيين حول شاشتها كما تجمع آراء اليمنيين داخلها وتفسح لهم منبرا حرا. أثبتت في زمن قياسي أنها قادرة على مواكبة العصر في الإمكانات وتقديم الممتاز من الكادر المتحمس والعمل المتقن، قناة تحرص على نقل الواقع بلا رتوش أو تزييف أو مواربة، برامجها نابعة من وعي بحق الوطن والوطن فقط. يقدم المهرجان الدولي للتصوير المقام بمدينة كارديف في ويلز بالمملكة المتحدة مجموعة من الصور بمشاركة فنانين من شتى أرجاء العالم، فيما يلي مجموعة منها وقد نشرت في البي بي سي. نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نبقى وإياكم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، في أمان الله.